لله بخير. قول لي انت بدأت امتى؟ انا بدأت رياضة في 2007. كان عندك كام سنة تقريبا؟ تقريبا كان عندي 13 او 14 سنة. طيب اشمعنى ليه العدوى او الجري؟ خلينا نقولها بلغتنا بقى. والله بص، انا كان نفسي اكون لعيب كورة، بس يعني ممكن الموهبة بتاعتك تخليك تلعب حاجة تانية. لقيت نفسي في الجري كويس، جم عملوا لنا اختبارات في المدارس واحنا صغيرين اللي هو الجري ده العدو، فلقيت نفسي متميز يعني الحمد لله فيه، ولقيت نفسي حاجة كويسة في الرياضة دي، فالحمد لله بدأت من هنا ان انا اخش المدرسة العسكرية بالاسماعيلية يعني. ودخلت درست فيها من اولى اعدادي تقريبا، وبدأت امارس العاب القوة، وبدأت اتخصص كمان في المسافات الطويلة، لقيت نفسي فيها احسن، لقيت نفسي موهوب في الحتة دي، فبدأت من ساعتها اشتغلت على المسافات الطويلة من 2007 تقريبا. انت اصلا عايش في اسماعيلية؟ انا عايش في اسماعيلية. انت 25 سنة دلوقتي بتلعب في طلائع الجيش ومنتخب دلوقتي مصر؟ دلوقتي حاليا بلعب في طلائع الجيش. طب انت كنت بتلعب فين يعني؟ اول لما بدأت قلت انا حاسس ان انا بلعب بجري كويس. فانا وزي ما قلت لك في الاول، بدأ اكتشافي من عميد دلوقتي محمد جابر، اكتشفني في مدرسة عادية من الاسماعيلية، كان جم بيعملوا زي نظام اختاروا لعيبة كده زي نظام كشافة يعني. فبدأت من هنا بدايتي يعني، بدأت من انهم اختاروني لاني كويس، عملوا تيست على مستوى المدرسة وكسبت، فمن ساعتها بدأت يعني. طيب وبعد كده ابتديت تلعب في نوادي الجيش عموما؟ دخلت المدرسة العسكرية، ودخلت المدرسة العسكرية فيها دراسة وفيها يعني تبقى طالب بتدرس في المدرسة وبتلعب برضه في نفس الوقت. فضلت فيها لحد ثالثة ثانوي، وبعد كده اتخرجت دخلت الكلية بتاعتي.